التجربه اللي غنديروها الخوت هذه المره هي هذه كالعاده. هذه باش كنجربوا الكاميرا وغادي نجربوا الطريقه الاخوه. الخوت هذه اللي ما كاين ترياش يعني الحوت تياكل على الحوت الحي. هنا كاين داك لانشوبه اولا اللويزي ولا شنو تيسميه، وكاين السردين صغير او السردين صغير. وغادي نجربوا الخوت، نهبطوا الكاميرا كتصور لينا هذا الحوت، نشوفوا الحوت اللي غياكل عليه. ديك الصبره هي نصيتها يعني واجده، غادي نركبوا فيها هاد اللعيبات، هاد القفول هادو بالطريقه اللي كنا درنا قبل وعلى مولانا.